بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نفس بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ حس السلام بينكم. فلذلك السلام عليه، السلام عليك، السلام عليها، السلام عليهن، السلام علينا، السلام علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله، ثم الحمد لله، وبعد ذلك الحمد لله، وكذلك الحمد لله، والآخر الحمد لله. الحمد لله واحد قهار الذي خلق الشمس والقمر، وخلق النجوم واختلاف الليل والنهار، وعلمه كأن الماء في البحار. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبر كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والصلاة والسلام دائمين متلازمين متكاملين متكاملين إلى نبي مصطفى، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة، أمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر يا إخواننا الكرام، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. في كل أيام وفي كل مكان وفي كل زمان، لقد يعطي الله لنا نعمة أكرم ونعمة أحسن ونعمة كثيرة، يعني نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة المال، نعمة الصحة وغير ذلك. واعلموا يا أيها الإخوة أن نعمة الأكرم يعني نعمة الإسلام واجب علينا أن ننتفع به في صراط المستقيم، في صراط المستقيم ليس في صراط الشيطان. بماذا؟ يعني بتقوى الله واجتنابا عن معصية الله، صح؟ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي الزمن الآن، قال فلان هذا الزمان المجنون، حيا بنا نظهر أننا المسلم. لماذا؟ كثير من المسلمين، كثير من المؤمنين ينسون أنفسهم، ينسون ربهم، ينسون دينهم، وينسون لماذا خلقهم في الدنيا. ونعلم
لماذا خلقنا في الدنيا صح؟ صح. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون يوحدون. ليعبدنا هذا ليوحدون فقط. وحيا بنا نظهر أننا مسلمون، أننا المتقون، أننا يوحدون، أننا الموحدون. بماذا؟ بأخلاقنا، بلباسنا، بقولنا وغير ذلك. لماذا؟ لأن الناس ظاهر الناس أن الإسلام هو أخير الدين وأحسن الدين. أن الإسلام هو أخير الدين وأحسن الدين في هذا الدنيا وفي آخرة، وأحسن الدين في الدين الذي في هذا الدنيا. لنظهر أننا مسلم. كرروا كلمتي، قل: أشهد مني ومن الشيطان، وإذا وجدتم صحيح هو من الله وحده، هو من الله وحده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.